رمضان كريم، الحكاية عنا غير كل الحكايات. نحن وأنتو على موعد كل ليلة بسهرة فنية طيلة أيام هالشهر الفضيل، ضيوف وجوه، قصص وذكريات، حكي وانتقادات، سهرات من أجواء شهر رمضان الكريم، سهرات تحلى فيها المواويل والمغنى مع نجوم حبيناهن وحبينا أعمالهن. نحن وأنتو على موعد يومي معهن، رح يغنوا، يمثلوا ويكتبوا، ومخرجين شباب صارت أعمالهن شهادات حية بتاريخ الفن اليوم. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجداف وهنا ساعة السحر. كأنما تنبت في غوريهما النجوم، كأن أقمار السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر، وكركر الأطفال في عرائش الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر شهودة المطر. مطر مطر عيناك غابتا راح ينأى عنهما القمر. تعلمين أي حسن يبعث وكيف تنسى. أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. مطر تعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر، وكيف يشعر الوحيد بالضياع من انقطاع كالدم المراق كالجياع. أو شرفتان راح ينهى عنهما القمر. عيناك
هناك غابة نخيل أو شرفتان راح مطر عيناك حين تبسمان الله الله الخير. رمضان كريم ينعاد عليكم. بيقولوا الإبداع ما له وطن، بينظر للمألوف بطريقة مش مألوفة، ولما الواحد منا بيقوم بعمل في شيء جديد وغريب ومدهش بيكون الإبداع عنده والجنون حد بعض تقريبا. فالإنسان المبدع هو اللي بيعرف كيف يخفي مصادره، لأنه الإبداع كائن ما فيك تحتمل خفته. والخيال سمة الإنسان المنتج، والإبداع تمرد، وأحياناً بيكون مفتاح الطريق باتجاه العبقرية. الليلة كل الإبداع سهران معنا، وبدل القمر في معنا قمرين وقصص تعبت من الانتظار. الليلة السهر غافي عبواب سهرتنا، لأنه ضيوفنا اللي شرفونا هن أمر ليلتنا وهن شذا وعبير سهرتنا. لو قطفنا الكلام من أبجدية الفن الراقي بتبقى هي الجملة الجذابة. لو قمنا بالسياحة بمدن الثقافة منلاقيها دايماً من رائدات الذاكرة الثقافية، سيدة استثنائية بقدر ما هي متمردة بقدر ما هي طيبة، عاشقة للفن والمسرح، مناضلة على مساحة جغرافية شاسعة من الإبداع، معطاءة بلا حدود. درست الفن المسرحي بالأكاديمية الملكية بلندن، مثلت على خشبة مسارح كبيرة وعالمية، ولما رجعت على بلدها أسست محترف بيروت للمسرح وفرقة الممثلين العرب. هاجرت وتغربت، وبعد الحرب الأهلية رجعت للوطن نبضه من خلال نشاطات مسرح المدينة في بيروت. الكلام عنا حروفه من شياكة ورقي، والحديث مع حقائب سفر بعب الزمن. للصراحة كنت مستهيب اليوم أقدم الصديقة الغالية وأستاذتي في المسرح وكمان أستاذتي في الحياة وصديقتي الغالية نضال الأشقر. يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيك بزركشة. شو سكتنا وكيف بدنا نحكي بعدين؟ كثير شكرا كثير خالد حبيبتي نضال. بتقولي انك مش طرحه نفسك
كممثلة بقدر ما حضرتك محرضة على الثقافة، قديش الفن قادر يغير بالحياة؟ أنا ممثلة ومخرجة، والعمل المسرحي دائما محرض، لأنه أكيد بده يغير. ما بنقدر نغير، ما بنقدر نعمل ثورة، ولكن نقدر نغير العقليات، نقدر نغير تركيبة التفكير، الأفكار البالية بنقدر نغيرها، نقدر نطرح فلسفة وفكر وجنون جديد على المسرح. دائما بيعطي نبض للشارع وللناس اللي بيجوا يحضروه. أكيد المسرح شغلة إنسانية راقية جدا، لأنه الفن الوحيد هاللي الجمهور حي والفنان حي، وهيدي ما قدرت تعطي ألقى لحدا، هالوجود بين هالجمهور وهذا الفنان. هيدا المسرح عمله أكيد، وأنا بعشق الفن لأنه بيأثر بحياة الإنسان على مدى طويل. يعني أنت وصغير بتفتح، بتبلش بهالخيط الرفيع تحيك بينك وبين الجمهور، بس تكبر بيكون صار سجادة ملونة وجميلة. ما أجمل تعبيرك نضال، جد ما هو هيك بضله، هو هيك بصير يجوا هني حيك وأنا حيك ونحن كلنا نحيك، بعدين نشوف صارت سجادة طويلة عريضة جميلة. وهذا الشيء ما بعرف بيعطيني مزاج للحياة ككل، وطريقة حياة جديدة المسرح. شكرا نضال. مواعيد التنسك بصوتها مثل جراس النشوة بالروح، صوتها سفر الحنين والاشتياق، أهداب الشمس عند الغروب، ونقاء الفجر في ترانيم الكيان. صوتها وهبوا الله سلطة الخشوع، فكان قوافل الترحال صوب مدن الحداثة والأصالة. عازفت عود، أجادت التجويد والغناء الصوفي، تعشق القصيدة حتى المرض الروحي كما تقول. حضورها مثل قطعة موسيقية أو شي شطر بيت شعر هربان من قصيدة. تخصصت بعلم النفس، درست أصول الغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقى، وكمان مع دبلوم بالفن المسرحي من الجامعة اللبنانية. الصديقة الغالية أيضا جاهدة وهبي، أهلا فيك بزركشة. شكرا. كثير سعيدة بوجودي معكم الليلة، وهاللمة الحلوة مع الست نضال حبيبة قلبنا. يعني هيك هالذاكرات كلها من سنين رجعت، ذاكرات المسرح والشعر وتقديم الأمسيات الشعرية اللي عشناها عبر العالم. صحيح. سوا هلأ كلها انتابتني مثل ما بيقولوا. بتقولي انه القصيده هي اللي بتختارك وبتنغرمي فيها كانك مغرومه بحدا لاول مره. يعني تكاد تكون هي اللي عم تختارني. مش احيانا قصائد يعني هيك مثل ما قلت انه بمرض فيهم، بقلق فيهم، بحس انه مش رح لن اشفى الا ما لبس هالقصيده ثوب من موسيقى، ثوب من عندياتي، يعني من جاهداتي اللي فيي مثل ما بيقولوا. ودائما بحب اتعامل معها. كلنا تعودنا نتعامل مع الشعر ومع القصيده كانه الاخر المعشوق، هذا الكائن من نور ونار. يعني بخليها هي تطلع مني الالحان، بخليها هي تعيد تشكيلي، تصير اكثر من جاهده جميله في نفس الوقت من خلال القصيده. مشان هيك بقول يمكن هي اللي بتختارني. كم جاهدة في جواتك؟ في كثير. نحن أبناء المسرح. نحن أبناء المسرح. ست نضال تعرف إنه نحن أبناء المسرح، في نحن يعني هيدا التعدد هو اللي بخلينا إنه نروح على منطقة الخلق بالمسرح وبالموسيقى وبالفن. لازم نتعدد ونصير أكثر من شيء جميل في نفس الوقت، مثل ما بقول بساوة. وأنت حبيت كثير بالمقدمة تبعيتك وقت استعرت من كونديرا خفة الكائن التي لا تحتمل، فحبيت كثير التقديم وجميل جدا وجميلة جدا هذه الجلسة. ميرسي كثير. تعرف شو خالد، تعرفت عليك انتو جاهدة بنفس سوا تقريبا سوا، وكنتوا اولاد شباب صغار وبعدكم بس شفت اول شيء على المسرح
عم بتمثل وعم بتغني. نضال تذكرك أمتى بتذكري وقت عملنا صخر الطانو؟ كيف لكن افتتاح مسرح المدينة. افتتاح مسرح المدينة. افتتحنا مسرح المدينة بصخر الطانو. وقتها كنت أنا بدي افتتح بمسرحية، ولكن شفت ارتقيت إنه فكرة كتير حلوة. وقتها كان أول مرة بتعرف على جاهدة. على المسرح. وبعد ذلك كنت أنا بدأت أقرأ الشعر أول مرة بال 84 بمعرض الكتاب بالقاهرة لوحدي. بعدين صرت طور هالقراءات الشعريه لحالي، بعدين معك على الموسيقى وهذا، بعدين اشتغلنا كلنا بشكل هالقد مبتكر، ورحنا وين ما كان بالعالم مثل ما قالت جاهده 20 سنه فتلنا نبرم بهالدنيا. وكل هالاشياء ساعدتنا هاي الكلمه اللي عم تقول عنا جاهده، القصيده اللي بنشربها بنرجع من قديها بقى. أنا كتير سعيدة يكون معكم، وأعرف إنه جاهدة السنة بمهرجانات بعلبك وبعدين بجرش، وحضرتك بدي هنيك بزركشة وهني تلفزيون لبنان حبيبتي. لأنه هيدي فرحتنا إنه يكون في على تلفزيون لبنان أو أي تلفزيون هالنوع من البرامج. نعم. لأنه هاي برامج تقنالة من زمان وعم تجيب احلى ناس، يعني نحن هلا لانه نحن معك مش لازم نقول هيك، بس هو فعلا هيك هي الحقيقه هيك. تبدع انت احلى ناس يعني، عم تبدع خالد، لانك انت محامي، انت مسبع الكرات، انت عم تحكي عنا انا وجاهده محامي وعامل دكتوراه بالغناء والصوت، واول مره بحياتي بقول لك انه اول ما جيت بطقوس الاشارات والتحولات ما كانوا الشباب عم بيفهموا شو عم بيقروا، لانه لغته لسعد الله والنوس مثل جواحز، لغه صعبه جدا طبعا. بقلت له لخالد جود، وحط ايده هيك وبلش بالتجويد، وسكتوا كله ونصتوا. قلت له هلا ارجعوا قراءه. ضلينا نقرا شهر ونص بس، نص بيمثل، بيعمل اخراج، بيلحن، بيغني، صوته رائع. وهل هالبرنامج الجميل جد، انا بهنيكم. شكرا نضال، هذه شهاده بفتخر واعتز فيها. خلينا نعملين لك ريبورتاج صغير نحن بزركشه، خلينا نتفرج عليك ويتفرجوا الناس عليك عبر هالريبورتاج. خلف بواب بيت أهلها أسرار ووجوه مخبية، هي بتعرفن بس مش لازم تعرفن، هيك قالت لها أمها عنن. قالت لها عنا حدا بس مش عنا. كبرت البنت صغيرة وما كبروا الوجوه، بقيت البواب مسكرة عليهن، بقيوا ساكنين خيالها يندهولا، حتى صارت منن، صارت شجرة الدر، الملكة زنوبيا، ياقوت، تمارا ووجوه كتيرة. هذا النهر الذي يفصل بين قواتنا وقواتهم، هل يعوق جيشنا عن العبور يا زبدة؟ نستطيع اجتيازه كما يستطيعون اجتيازه أيضا. وهل وصل كاسيوس؟ طلائعنا تتنسم الأخبار، وقد أرسلت إليه من يحمل تحيات ملكة الشرق ودعوتها. ومتى تعود الطلائع؟ ضيفتنا رائدة من رائدات المسرح، عملت خشبته قضية إنسان ووطن، بتقول عنه انه هو مدرسة الشعب، تعشق الزهور والنبات، بتحاكيهن، بتغنجن، حياتها المي ورجاء اضطهاد الظلم، جليسة حوار مع الأدباء والمفكرين والقادة والرؤساء، عشقت نمطية المخرج يوسف شاهين، وبتقول عن حالة أنا صعبة الاختيار. ما في سر، السر انه بجهدي وبجهد أصحابنا وبجهد كتير كبير، يعني ما بعمل شيء تاني. يعني أنا كنت بحب أعمل إخراج أكتر، إني مثل أكتر، إني أطلع على التلفزيون أكتر وأعمل سينما كمان، بس كرست حياتي لهيدا المنبر. هيدي هي نضال الأشقر، نضال عمر طول عمره هربان بسر الوجود،
تعبان من عطر السجون أيام والدها المؤرخ والقيادي أسد الأشقر، وبكيس أياما قصص حلوة كتير تركتن لحفيدتها نضال. نضال الأشقر صرخت مسرح سكنت الوجدان. حلو حبيتي؟ كثير حلو. حلو هاي. ايه اكيد حلو. صرتك انت وصغيره. شو قمر غريب. نضال شو بتتذكري من لما كان والدك الله يرحمه اسد الاشقر يجي خلصة بالليل تيطمن عليكي؟ شو بتتذكري من هاي الحقبه؟ خالد مش اخبرك لان هلو بده يعرف لازم يجي يحضر مش من زمان. هيك؟ ايه طبعا بس اخبر كل الخبريه فر ليلي. هيدا مش من زمان. المسرحية اللي عم نعملها اللي هي بفتكر انه الاول بالنوع لانه بخبر قصتي، بخبر كتير عن الوالد وعن الوالدة وعن طفولتي بديك المحدة. ليش عملنا هالشي؟ لانه دايما الناس بيسألوني جاهدة كيف وصلتي على المسرح، كيف وصلتي على الفن. قلت لهم يمكن ضيعتي وبيتي بديك المحدة، بيت اهلي هي كانت مهد هالفن اللي أنا شربته، لأنه كان بيتنا كله ناس هربانين من وين ما كان عم يجوا يتخبوا. دايما بذكر بي كأنه إجا كأنه راح، يعني ما فيش معه وقت يقعد لأنه كان عم يعمل البصر. كمان إيه؟ وهي الوجوه اللي كانت موجودة بالبيت هي اللي خلتك تحبي التمثيل. يعني شوف إن هالناس أكبر من الطبيعة. نعم. يعني هيدا الشيء اللي خلاني حب الأسرار، حب الشخصيات، حب طورهم، حب أحلم فيهم. بفتكر لأنه كان كتير ناس يعني يجوا لعنا على البيت يتخبوا من وين ما كان، من العراق، من سوريا، من لبنان. وأنا عامل حالي ما بعرف منني، لأنه أمي تقلي ممنوع أنت ما شفتي ولا أشعتي، بس بتاخدي الصينية تاخدي لهم الترويقة والغدا والعشاء. هاي جاهدة، انت بتقدمي دوما موسيقى وفن راقي. قديش له محل بهيدي الايام برأيك؟ ولا عنده خفوت ولا بعده ماشي حاله ولا كيف؟ هلا بكل الازمنه كان في فن راقي وكان في فن هابط حتى قديما. صحيح. ايه لكن هلا عم نحس انه الإسفاف والابتزال عم يطغى شوي، ويمكن كمان هالفوضى اللي عم عايشينها بمجال الموسيقى، هالمدينة الصغيرة أو هالقرية العالمية الصغيرة اللي احنا عايشين فيها، وتداخل موسيقات من كل حد وصوب عم بفوتوا مع بعضهم، فخلى في غوغائية شوي بعالم الموسيقى. اللي نحن بنعمله قادرين نعمله بنقدمه بكل صدق وبكل شفافيه، ولو كنا يمكن عم نصفق لحالنا، بس لابد من انه الاصيل ياخذ مطرحه، لان شفنا مع مرور الزمن كل الفنون وكل المنتوجات الفنيه اللي انشغلت بكتير حرفيه وبكتير زركشه وبجماليه عاليه واتقنوا شغلها بقيت. صحيح. يعني تحدت الدهر وتحدت الصفصطائية بالموسيقى. صحيح. وتحدت كل الاسفاف ووصلت لنا، فمشان هيك يعني انا عندي امل انه لابد من انه يعني الصوت يوصل بالنسبه للموسيقى الاصيله ويخترق هيدا هالظلاميه اللي نحن عايشين فيها. الناس بحبوا الموسيقى الجميله وبحبوا يهيصوا ويرقصوا ويعملوا. أيه. يعني واحد ما بيلغي الثاني. بس الواحد بده يسمع لموسيقى وغناء رائع اللي ورثناه عبر العصور. مش يعني جديد. هالغناء اللي بخاطب الوجدان ولا يخاطب الجسد، في لهيك وفي لهيك. كمان جاهدة بدنا نتعرف عليك أكثر بتقرير منشان الناس يتعرفوا عليك أكثر ويشوفوا شو نشاطاتك. ايه اوكي. لما انخلقت طل القمر وهمس له وقال له نيالي الفن فيكي. فل القمر وصار الحلم يكبر على كفوفها، كحلت بالكلمة العريقة وكتبت بصوتها قصايد الكبار. أيها النسيان أعطني يدك،
كي أسير في مدن الذكرى معك نضج الفراق. نضج الفراق، نضج الفراق، نضج الفراق على شفاهي، على شفاهي أزهرت قبل الوداع لك قطافي يا نسيان. هبني قبلتك. مثلت، عزفت، ولحنت، بس لما انغنت انحنى الطرب وخب شفونه. وطلت الكلمة من خلف كتابة الأزرق والهدهد لتمسح عن جبين العالي الرضا. ما بتحكي، ما بتقول، بتغني ليصير الحكي حكي. امرأة تشبهني يوما بكت من رجل كم يشبهك. ها هي هذه اليوم سلت، ها هي هذه اليوم سلت. غنت إيديت بياف ووقفت على أرقى المسارح مثل غصن الأرز الشامخ. رحلتك بالغصن يا عصفور. على أرصفة صوتها ترانيم الفرح وهموم الإنسان وشعر محمود درويش وأحلام مستغني، جاهدة وهبي لحن عزف على وتر الكيان الإنساني حتى صار حقيقة وجود. لا تغني لك الحال، لا تشرب من البحر، لا تبني لك بيتا، لا تكتب رسالة، لا تلتفت إلى الوراء. نحن منزقف على الكورتاج. ايه كمان حلو كتير، حلو، برافو عن جد، ميرسي. ايه على الكورتاج هذه، هي الموسيقى الرائية ما بتخافي تصير نخبوية، هذا أول شيء. تاني شيء، مرق شيء قلتي لي بفرنسا. ايه مؤخرا خبريني عن الكورتاج اللي مرق مع مايسترو نادر عباسي. كانت حفلة قدمناها مؤخرا بفرنسا بمدينة ران مع الأوركستر، أوركستر سيمفونيك دو بريتاني، وكان في معنا 5 كورالات من فرنسا، يعني تقريبا حوالي 200 عنصر من الكواير، وغنينا بكاتدرال تبع ران اللي بتساع 1000 شخص. حلو. كنت عم غني معهم بدون ميكروفون. بدون ميكروفون، بس بهالمكان هيدا مع هالأوركسترا سيمفونية. فكان تجربة كتير كتير حلوة، ويعني وسعت انه دعاني مايسترو نادر عباسي انه غني معهم بهال، كان حوار الأديان بهالأمسية هيدا. هلأ بالنسبة لسؤالك الثاني عن الرقي الغنائي، ما بتخافي يحصرك بمحل؟ انه اتهم بالنخبوية، هيدا احلى تهمة بالنسبة لإلي. بس مثل ما ملاحظ خالد، نحن عم نحاول، صحيح عم نقدم الشعر وعم نقدم احيانا قصائد صعبة، يعني قصيدة لا تلتفت إلى الوراء لجونتر جراس من أصعب القصائد الوجودية، لكن حاولنا من خلال التركيبة الموسيقية التأليف ومن خلال التوزيع الموسيقي أنه نخليها تكون أقرب للناس. ودايما يعني أنا بلاحظ حتى أولاد بيقولوا لي، بلاقيهم حافظين الجملة الموسيقية تبع من خلال التركيب الموسيقي. عم نحاول أنه نتسلل لقلوبهم ونخليهم يعني يروحوا أكثر على مطرح الشعر. ما بخاف، وصدقني يعني انه لازم نحن كلنا مدعوين انه يا ريت الشعر بيكون مثل زاد يومي لنا حقيقه، لانه هو صار لنا 30 سنه بيخلصنا من الرتيب. ايه بيخلصنا من هالبلاد اليوميه اللي عم كلثوم بتقعد تشتغل شهرين ثلاثه تتعمل قصيده واحده، تعمل غنيه واحده. صحيح فيروز بس تسمع عنور الهدى، تسمع ورجعوا عنور الهدى.
جمعوا على كل هالمطربات الرائعات هاللي كل قصيدة أجمل من التانية وصارت هالقصائد هاللي كانت تخبوية شعبية. يعني هلأ جاهدة بالأول إذا واحد بيسمع شيء بيقول يمكن كتير بعيد شو هالقصيدة هاي، بس تعطي دينتك ومثل ما قالت تحفظ نغمتها خلص بتفوت على قلبك بتفوت على قلبك لكات. صحيح. نضال نرجع للمسرح، أنت بتوصفي المسرح بأنه بيتبع الإنسان وهو تاج يتوج الثقافة، كيف بتفسري هالوصف؟ هيدا بقول أنا دائما هيك، لأنه المسرح بيحوي كل الفنون. أول شيء في الإنسان وجسده وصوته، مثل ما أنت عملت دكتوراه، هالصوت وهالجسد هني كل شيء بالنسبة للإنسان مستعمله على المسرح. هذا الفن هو نحن، صوتنا، عيوننا، حسنا، جسمنا، كيف منتمرن، كيف منتقن إنه ننقل من حالة لحالة بنفس الجسد. عم تعمل أوفيليا، عم تعمل كليوباترا، عم تعمل شخصيات مختلفة عن بعضها. هيدا بالنسبة للإنسان بالمسرح. بعدين في كل المكونات الموسيقية، وما في مسرح بدون موسيقى، حتى بس تكون مش مؤلفة، بس تكون عم بتطرطق على إيقاعات على أي إيقاع، على السحارة، على السحارة عملناها بقدام باب السفارة، الليل كان طويل، عملنا جاز على البراميل طبعا. هيدا بيكون قسم من هالجو، الموسيقى، الغناء، اللبس، الحالة العامة، التشكيل. هلأ أنت وعم تحكي بالمسرح عم تعملي لوحة تشكيلية، حتى التشكيل هلا انت عم شوفك لوحه ما شاء الله عليك يرضي العقل لانه تابع حلوين شيء موجود. لا يعني هيدا اكيد تاج، اكيد تاج، لانه متواجد كل الفنون فيه. ابو الفنون، المسرح ابو الفنون اكيد طبعاً. وبيجي الكلمه، بتجي الكلمه، في اجمل من الكلمه طبعا. وهلا في مسرح بدون كلمه، في مسرح بس بإيقاعات، بموسيقى، بجسد، بدون أي شيء. صحيح. كله هيدا حسب الموضوع اللي نحن بنوصله للجمهور. رائع المسرح حقيقة. جاهدة جاهدة، هيدا الكلام خدينا، شو بيعمل فينا الكلام؟ احملي الميكروفون. يلا شباب، شو منغني؟ شو منقول؟ شو عبالك؟ قولي. ضيفتنا الرائعة اليوم أنت. شكرا. بلكي منقول فليتك تحلو، أبو فراس الحمداني وألحاني. ايه. ألحانك أنت؟ نعم. ايه. حبيبتي خايف. فليتك تحلو والحياة بلشت من زمان تتلحن. وليتك ترضى والآن غضاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب غضاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فالكل هين، إذا صح منك الود فالكل
الكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب 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 وكل فالكل هين وكل الذي فوق تراب 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 تراب. الدور اللي لعبته جون ليتلوود وبيتر بروك بحياتك المسرحية شو أضافوا شو أغنوا نضال بأول مسيرتها؟ إيه كنت بعد خريجة الأكاديمية الملكية ولحسن حظي تعرفت بجون ليتلوود بحمامات، كانت افتتاح مهرجان حمامات بتونس. وهذه المرأة غيرت، يعني أنا كنت بتدربي على الطريقة التقليدية كل التقنية للصوت وللجسم. كان لاباند وقتها، هلأ مش رح نحكي عن كل الناس، بس كان الجسد بلش يصير مهم جدا بالمسرح، بطل الصوت فقط، كانوا الناس يحكوا يحكوا يحكوا. دخل اجت هالسيدة هاي، أول شيء أخذتني مرة تاني ورجعت وجهتني إنه أنت نضال وأنت لغتك العربية، أنا بعرف هالشي، ولكن إنه ما بدك، أنت بدك بس التقنية من الأكاديمية الملكية. بلشت تدربنا الجسم الارتجال. هلأ أنا بتعرفوا أنتو كيف بدرب الممثلين على الارتجال، هيدا كله من جون ليتلوود، يعني واخد ياخذ الحالة اللي موجودة بمسرحية ويعمل موازي إلى حالة واقعية هلأ تالفنان والممثل يلاقوا الطريقة اللي بيتحرك فيها الشخصية. هيدي فن بحد ذاتها، هاي علمتني إياها جون، وعلمتني أكيد أنا كنت أنا رايحة أعمل إخراج بالأكاديمية، اشتهرت كممثلة لأنه التلفزيون شهرني، ولكن هيدا الإخراج غيرت مفاهيم جون ليتلوود بالإخراج، هاللي هو لذلك بس جيت عملت محترف بيروت للمسرح، نقول إعداد نعد إحنا العمل مع الممثلين، نكتبه معه نقدمه مع الممثلين، يعني صارت هالحالة جماعية أكثر من ما هي خاصة بمخرج معين. يعني هيدا الإتقان لفن الارتجال والإخراج هي جون ليتلوود. بعدين الحياة، طريق الحياة هي طريق المسرح، طريق يعني الحياة كلها يمكن هي موازية للحياة الحقيقية، يعني بالنسبة للجون. وهالشيء أخذته منها كمان هالشغف، لأنه ما فيك تغني مثل ما عم بتغني وتقدم وتغني مثل ما أنت بتغني بكل الحالات بدون الشغف هاللي بيضل ساكننا تنموت. شو هالقصة كمان هيدي، يعني ما بفل هاي ما بتفل الشغلة ما بتفل نفل طول عمري، بس الفل بتفل معنا الحياة الشغف. ايه هيدا الشغف، الشغف
نضال، بس انت عملتي اخذتي اكيد التحيه الكبيره، بس صار عندك مدرستك الخاصه بعدين. نعم. يعني مثلا لما بدك تعملي مسرحيه بيجوا الممثلين ما بتقولي هذا الدور لك وهذا الدور لك، الكل بيلعب كل الادوار. خبريني عن هاي النقطه وخبري الناس عن هاي النقطه بالذات. ايه يعني هيدي شغلي كمان طورتها بين الاكاديميه وجون ليتل وود، عملت لحالي تقنيه خاصه إلى علاقة بإنساننا وبالممثل عنا والبيئة. لذلك مثل ما بتعرف أنت أكثر واحد اشتغلت بكل شيء معي بالشعر، قديش استفدنا من قراءات الشعرية اللي بدأناها، أنا بدأتها من 30 سنة بس. يعني هلأ شو بيستفيد الإنسان من كل هالأشياء، من الشعر، من الموسيقى، من الرقص، تعمل تقنية إلى خاصة فيك، أمضائك تمضي أنت، ببصم. لذلك بس جيت على طقوس الإشارات والتحولات وتعرفت عليك صاروا يقروا هالممثلين شهر ونص. هيدا سعد دالله ونوس ما يعرف شو عم يقروا، جاحظ العصر الحديث، خاصة بطقوس الإشارات، خاصة بطقوس الإشارات. صحيح. لذلك أول شيء بنقرأ، بعدين صاروا الشباب والبنات يقروا كل شيء، ما يفهموا ليش أنا عم بعمل إيه. بعدين ما بوزع الدور، ما بهمني أنا الدور يتوزع، أنا بهمني لاقي الحالي. طبعا حالي تبع الطقوس، تبع منمنمات تاريخية، تبع في حالي بدي لاقيها مع الممثلين، وهيدي كلها بلاقيها بهالتقنيات المتعددة، بالصوت، بالحركة، بعدين بعد شهر ونص بعد ما بيكونوا رجال لعبوا نسوان بتبلش المعالم تبين، ببلش هن منهم لحالهم. صح. هن منهم لحالهم بإجريهم بيكونوا من وراء هيدا احتراف لمهنة تاخد معك كل الحياة. طيب. وبعدني عم بتعلم، وكل ما أعمل شيء برجع بتعلم وبضيف على التقنية تبعي أكيد. طبعا. جاهدة بتقولي إنه وجعك وحزنك وفرحك كلهم نوتات موسيقية بتعبري فيهم، يعني بإحساسك بتعبري عنهم. هل قد الموسيقى بتقدر تغير بالشخصية؟ هيدي الذاكرات اللي حاملتها إن كان من أفراح أو من أحزان بحب أني ترجمها لنوتات موسيقية، وكأنه الموسيقى هي تلك السهول المفتوحة قدامي على الظرف أو على الابتسام من خلالها. نعم. حاولت مع بهالحياة يعني دايما كل شيء من راكم من خيبات أحيانا بتجيك يعني على سجاد فاخر، أحيانا هيك لحظات جميلة عشتها مع ناس يمكن راحوا عن هالدنيا يمكن بعدهم، لحظات هيك بتمرق خطف بتحاول إنك تلتقطها بالموسيقى من خلال الموسيقى. أو مثلا بس بدك تحزن بدل ما تقعد تبكي من خلال الموسيقى بتذرف اللحن، ساعتها اللحن اكيد بده يطلع شفاف وحلو. شو عم تحكي حلو تذرف اللحن من وين جبتيها؟ هي فيلسوف جد. بس بتكون كمان عملية تطهير خالد، لانه النفس تتطهر من خلال هذا العمل، يعني بنشفى من ذاكراتنا ومن اوجاعنا بشيء جميل وحلو، بشيء عم نخلق فيه شغله حلوه للناس. وهيدي اكيد انا بتوصل للناس، لانه كل الناس بتعاني وكل الناس عندها ذاكرات وكل الناس بدها تشفى وكل الناس بدها تروح على مناطق ومطارح ارحب واخصب واجمل، فمشان هيك الموسيقى هي الطريقه الوحيده اللي بتساعدهم. طبعا بتساعدهم يمشوا. شو رايك هلا شو ناطرين ما بتغنوا تنكون؟ يلا شو بدنا نغني؟ الاشياء اللي غنيتوها يلا ابن عربي رابعة لاجو يلا الله مع بعضكم. شو بدنا ناخذ معهم؟ شو بدنا ناخذ النغمة اللي بدك اياها؟ اذا بنعمل حلاج بناخذ ماينر سول، او اذا بدكم نرجع على الحجاز لا بنعمل رابعة. حجاز بدك لا. حجاز لا ولا شو بدك سول مينور؟ الفرقة معي حجاز. يلا لا يلا بنعمل رابعة. بحبك حبيني أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى
فشغلي بذكرك عمن سواك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أحبك حبين. تفضل يا جاهد. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. هنغير شوية يلا. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى هوى فشغلي عمن سواك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحمد في ذا ولا ذاك لي، فلا الحمد في ذا الحمد في ذا. هجرت فمن لي، إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي، ومن لروحي وراحي، ومن لروحي وراحي يا اكثري واقل. احبك البعض مني أحبك البعض مني وقد ذهبت
فكل كلي فكلي يا كل كلي فكلي يا كل كلي فكلي إن لم تكن لي فمن لي ما لي سوى الروح خذها والروح جهد المقل فكلي يا كل كلي فكلي يا كل كلي فكلي يا كل كلي يا 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 كل كلي فكن لي نضال. لما الواحد بيكون معه وزير إعلام وبينقطع من البنزين وهمه يمشي أزمة مسرحيته، عنده أزمة بمسرحيته، شو بيصير معه؟ إذا معه مصاري بيعبي له بنزين. لا، في خبرية عندك، خبرية. لا، هيدي هيدي قصة. كانوا وقفونا مجدلون اي، وعملنا قضية بتعرفوها كلكم، صارت مشهورة. وقفوا المجدلون وبعدين رفعنا دعوة وهيك، بعدها عملنا كارت بلانش. أنا وبالمسح قالوا لي إنه بدي يوقفوا لكم كارت بلانش. كيف؟ ليه؟ هي معه الحق يوقفوها كان. بس ثاقبت إنه وزير الإعلام طالع عن بيت عمي على العشاء. قلت له أنا بكل خبث ابن عمي يوسف، أنا بوصله لمعالي الوزير، حميطيع بالطريق صور انقطعت من البنزين وتبشرت فيا الوزير. بالآخر المهم طلعنا وخليتها كل هالمجموعة ساكتة ومرتاحة. وقلت له معالي الوزير، ليش حضرتك بدك توقفنا مسرحيتنا؟ قال أي مسرحية؟ قلت له كارت بلانش، هاي بدنا حضرتك معزوم عليها وبعد بكره بدنا نفتتح. ايه بدنا نفتتح. أيه. ما بيصير معالي الوزير. لا لا لا، مين قال لك انه احنا وقفناها؟ نكر.
قال لي بكره بكره تفضل اللي عندي على المكتب وانا بنخلص هيدي. اعوذ بالله انا ما بوقف مسرحيه ابدا ابدا. وهيك صار تعشينا وفرحانين ومشينا المسرحيه دائما كان عندنا مشاكل مع الرقابه حقيقه. ايه بس دائما كنا نعمل طريقه انه نتفاهم نحن وياهم، واوقات ما نتفاهم نضلنا ماشيين بالعمل اللي بنكون عم نعمله. كثير تعاطفتي مع شخصية ياقوت والمرأة الجنوبية بمسرحية مجدلون، كمان استتباعا لنفس الحديث. نعم. وكثير بتحترمي شخصية زنوبيا، بدي تخبريني عن هذا المحل وشغلك بالتلفزيون يلي شهرك مثل ما قلتي قبل شوي. مزبوط. خبرينا كمان عن هاي التجربة نضال. تعرف في شخصيات دائما يلعبون نفسهم، اوقات يكونوا صغار اوقات يكونوا كبار بالمسرح. بما انه نحن نكتب العمل ونقولبه مثل ما بدنا، ما كان معنا وقت نمثل ادوار طويله، ولكن بمجدلون كنت عم بلعب امراه من الجنوب بتخاطب ربها بتقول له يا اخي وحياتك ما عندك شغله الا نحن، ردوا ناو عنا يا اخي. بتحكي مع ربها بشكل كثير حلو وهي نفسها الشخصية كانت بعدة مسرحيات، أوقات تكون بنت بتخدم بالبيوت، أوقات تكون هيدي، ودائما يكون في سبب إنه هودي هالروح الجنوبية تكون موجودة، لأنه كانت إسرائيل محتلتنا وكانت محتلة بعدها فلسطين، ونحن كنا متعاطفين وبعدنا مع القضية الفلسطينية، بقى دائما يكون في حيز لفلسطين من خلال واحدة من الشخصيات اللي كنا عم نعملها. بالنسبة للتلفزيون أكيد حبيت كتير التلفزيون، بس معش زنوبيا أكتر شيء انبسطتي فيها. زنوبيا لأن هي شخصيتها رائعة، حلوة شخصية. هلأ شفنا مشهد يعني هي وقفت بوجه روما، وفي عدة في عدة ناس في مؤرخين بيقولوا انه بالاخر كمشوها لزنوبيا واخذوها على روما ولبسوها حليه وفرجوها يعني بدهم يهينوها، ولكن القصه اللي انا بحب انها تنتهي فيها زنوبيا انه راحت انتحرت وهيدا. انا هيك بحب ما بتحب انه الروماني يكمشوها، بس لعبت ادوار بحبها مثل زنوبيا وما بحبها مثل شجرة الدر. هل الناس حبوها كثير لشجرة الدر؟ طبعا. ايه وشخصيات اعتماد الرميكي يعني في شي 200-300 ساعة تلفزيونية في منهم بعد ما اجوا لهون على لبنان، وهيدا خلى العالم العربي يعرفني ويتابعني من خلال التلفزيون. ومن خلال المسرح يعني كمان. أنا إذا تسمح لي خلينا ندعي تلفزيون لبنان بهالمناسبة يرجع يفرجينا هالمسلسلات هيدي الحلوة اللي موجودة، لازم يجيبها كلها، لازم يجيبها قبل ما يموت. مش ينطروني تموت، عم يعرض دايما أشياء، ما ينطروني تموت. يبعد الشر، أكيد يبعد الشر. شو بكي؟ شو عاملها فيكم هلا؟ ولكن إذا جبناهم هلا عن جد كثير حلوين. في المعتمد بن عباد، في اعتماد، في شخصيات لعبناها على التلفزيون حلوه كثير. بنكون هلا بنوجه هذا الحديث لمدير البرامج الدكتور حسن شقور من هون من زركشه. استاذ على حسن، على هول الاسئله. اول شيء انا بهندي على زركشه حبيبتي، هذا البرنامج الرائع. وثاني شيء بدي احكي لكم شغله، انا بعرف انه جاهده عندها سي دي هلا بدها تطلقه، مش هيك؟ الشهر الجاي. وحضرتك عندك سي دي بدك تطلقه. صحيح، تفضلوا على مسرح المدينه. هي انتوا اولاد المسرح، هذا بيتنا مسرح المدينه نضال. لازم تجوا تقدموا هالناس يتسمعوا على السي دي قبل بعلبك. لازم تعمل هالشيء، هو مسار جاي بعلبك باول 2 آب. ونحن ان شاء الله يعني تقريبا ب 25 حزيران رح نطلق الالبوم اللي اسمه ارض الغجر. حلو،
حلو. انت شو اسمه البومك؟ حكينا عن بعلبك بعد ما سميته، بدي سميه باسم اغنيه من الاغاني. احكيك عن بعلبك السنه عندك بعلبك، يعني بكل اعتزاز وفخر انه عم برجع للسنه الثانيه على التوالي من بعد ما قدمنا السنه الماضيه من الطرب الى الجاز مع الصديق إلي معلوف السنة، وكانت الحفلة كتير ناجحة يعني مثل ما كلكم تعرفوا. السنة استثنائيا عم قدم المرة الثانية من الموشحات إلى الفلامينكو. حلو. مع مارد العود عمر بشير. حلو. الصديق عمر. حلو. بشير ابنه لمنير. ابنه لمنير بشير رائع. يعني رائع منير بشير، يمكن أعظم رائع. من إجا وعزف على العود كلنا بنعرف هيدا الشيء، وحضرين برنامج كتير حلو فسيفساء فنية مزركش فيها شعر وفيها موشحات وفيها فلامينكو. معنا رائسة فلامينكو اسمها ليا ليناريس، ومعنا مغني إسباني كمان رح يغني معنا. ليلي وحدة جاهدة ببعلبك. ليلي صارة بس بتلاتي آب في ليلة خاصة بعمر بشير، ليلة موسيقية مع فرقته. والفرقة رح تكون مكونة من موسيقيين جايين من هنغاريا من أوروبا، وأيضا رح ينضموا لهم موسيقيين من لبنان، ومعنا كورس ورح نغني أجمل الموشحات لكل يعني الساكنة ذاكرتنا وكلنا حاظينها عن ظهر قلب ما بيقولوا. حلو. مع تداخل مع الفلامينكو. نتأمل حضوركم كلكم وكل اللي عم بيشاهدونا. أكيد 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 جاهدة تستأهل أنه الناس تجي تشوف. لا أكيد أكيد وتشوف الطريقة اللي بتغني فيها كيف الروح على شوي من منشوف الروح بعدين حقيقة عجلة حالة وخبزتها. أي صار عندها في إتقان روحي هيك، في إتقان، في حس حلو كتير كتير. بعد حكينا عن جرح حياة وجعتنا. الحياة وجعتنا يا ست نضال، والجرح يعني عم نعبر بهالدروب، والحزن عم يعبرنا. أيوة والذاكرات عم تعبرنا. أيوة وكل وهالموسيقى هي اللي عم تطلع من خلال كل هاللي عشناه. جرش بعشرين تموز كنا عم نحكي أنا سنضال قبل شوية تحت الهواء إنه هالمهرجان عم يستعيد قلقه الحقيقة السنة مع مدير المهرجان الجديد أستاذ أيمن سماوي، عامل كمان زركشة موسيقية فنية وداعي كتير ناس مهمين على المهرجان، ورح نكون بعشرين تموز موجودين قبل بعلبك. يعني أنا وست ماجدة داغر صديقتي كمان اللي الشاعرة والإعلامية اللي أنا مغنيت لها بألبومي الجديد كمان. نوجه لها تحية لماجدة. نوجه لها تحية طبعاً. بعرض عنوانه وصال رح نقدم فيه مقتطفات شعرية مغنات، ورح يكون في أداء شعري من شعرة كمان وأيضا من عدة شعراء، وفي معنا ضيفين كتير عزيزين على قلبي بهالأمسية هن ساري وعياد خليفة الفنانين المبدعين، هن أولاد خي والأستاذ مارسيل خليفة واللي مبدعين حقيقة على البيانو وتشيلو، معنا موسيقيين آخرين لكن هن ضيفين خاصين رح كمان يشاركوا معنا بهالليلة رح تكون استثنائية بعنوان وصال. خالد بدي أذكر منير بشير أنا. أي. لأنه الأستاذ منير بشير كان صديقي كتير، وأول مرة وآخر مرة لحن أغاني هي لمسلسل عملته بعمان اسمه جارية من نيسابور. عمل أغاني رائعة، أكيد ما كان بصوتي ولكن كان بصوت سيدة هلأ فنانة عراقية؟ لا لبنانية عايشة بأمريكا. لأنه بالأمسية بعلبك رح نغني لحن من ألحان منير بشير ودع الصبرة محب ودع ابن زيدون. هيدا يمكن مرقت منه هيدا بمسلسل لكن بتوزيع جديد قام فيه عمر بشير. عمر أكيد خلطة. لأنه كل يا الله شو حلوين جاهدة خذ الأغاني ورجع يغنيهم وهو أول مرة يمكن كمان آخر مرة بيعمل موسيقى لمسرحية هي ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ هل افتتحنا فيها مهرجان جرش سنة الأربعة وثمانين، وعملنا الموسيقى لهذا العمل هل برمنا فيه بالعالم العربي واكتشفنا العالم العربي، وأول مرة وآخر مرة فرقة تمثيلية بتلعب بالألبرت هول هي بألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ. كان دكتور وليد سيف عامل النص ومنير بشير عامل الموسيقى. الله. وكنا عم نمثل على هيدي السيرة
عمل الموسيقى وعملهم للمسلسل وقلتي مش بصوتي، فهلا نحن على الهوا نضال، اذا بتفتح لنا صوت. لا ما بيسترجي غني انتوا معي، يلا بلا اعوذ بالله. مش رح تغني، الناس يحضروا من زمان. لا يجوا يحضروا من زمان. مش رح تغني، بدي جمله واحده نضال. يلا يلا وين الميكروفون تبعي؟ ما بدي ميكروفون. عندها عند بدك ميكروفون. قالوا لي ما استخدمه. يلا بلا يلي هي هاي. ابن عمي بحالته، ابن عمي بحالته ومحلى غمزة عوايناته، وابن عمي بحالته ومحلى غمزة عوايناته، ولولا لفن بعاباته غيرو ما نش رايدة يا خي، غيرو ما نش رايدة. ابن عمي بحالته ومحلى غمزة عوايناته، وابن عمي بحالته ومحلى غمزة عوايناته، ولولا لفن بعاباته غيرو ما نش رايدة يا خي، باتو غيرو ما نش. لكم هودي الأغاني. يا نضال حبيبي، هودي إلن قيمتهم، إلن قيمتهم ضمن العمل، لأنه أنا مني مطربي ولكن ما عم نقول على العمل حدي. بس أنا اللي عبالي يشوفون الناس لأول مرة عبر الشاشة أنه الممثلة الخطرة نضال أشقر إذا بدها تأدي وبتغني فيها تغني بشكل خطير أيضا. بس هيك ليش بتغني لتفتة هندي؟ يلا يلا تفتة هندي يا شباب. فا فا نهوان فا عندي بضاعة للستات افتحيلي يا صبية، عندي بضاعة للستات تفتة هندي تفتة هندي، شاش حريري ويا بنا افتحيلي يا صبية، عند بضاعة للستات افتحيلي يا صبية، عند بضاعة للستات فتحتلي ونادتلي يا بياع التنتانات، طلعتني قصرا عال خمريات ملونات، طلعتني قصرا عال خمريات ملونات. دخيل قلبك دخيل قلبك. هيدا من مش من زمان هاللي انا كتبتها. الله. وفيها اغاني نقيتهم من قدم اللي خالد من وين جبتي لي اياها هاي؟ مثل ابن عمي بحالاته ما بنعرف مين، ودخل اغاني والحان وعملنا مثل حياتي، وليش انا صرت امراه مسرح من خلال الليل السابق. ودخلنا ايه نحن يوم الجمعه والسبت بنقدم بمسرح المدينه، نعمل دعايه 24 مينيموم بعمل دعايه وصح لهم يجوا يشوفوك. وخالد لعبد الله حقيقه اثنينكم بتغنوا كثير حلو مع بعض حبيبتي، من وقت ما بدانا نقول شعر وتغنوا وقول لك خالد يلا ارتجل بلش، فينا نقول على الهواء افتح بجوقك وجاهدة تعمل ارتجال تبلش هيك فعلا هالشي ساعدنا كثير لحتى وصلت لحرفة في حرفة. ايه؟ جاهدة بأداء القصيدة، شو المتطلبات للواحد يقدر يأدي قصيدة برأيك؟ اول شيء بده يفهم معنى القصيده، يعني في ناس بيقروا قصيده ما بيفهموا اول شيء فهمانين لا معناتها ولا ما بين الكلمات. طبعا بدهم كل قصيده من قديش كنا نشتغل عليها ونعيدها ونعيدها ونقراها حتى نفوت نشرب المعاني اللي عم بتقولها القصيده، لحتى لي اذا بدك تعطيها هذا البعد الموسيقي، واكيد بدك تكون عندك ملكه الالقاء وتكون متمكن من مخارج حروفك من اللغه العربيه من اللفظ من التجديد ومن المقامات. وهي اللغه هي اللغه العربيه اللغه بحد ذاتها هي بتخليك تتقنها
وتتقن غنائها. هي أكيد. اللغة يعني بس توقف عن نحن كتير استعملناها بقراءاتنا طبعاً. واحد يقول جملة والتاني يطلع غناء وانت تدخل كل هالاشياء هيدي مثل ما قالت جاهدة بدي واحد يفهم القصيدة وتدخل الى روحه وتتقدر تغنيها بعد اصعب يعني بدك تعيش بدك تعيش مزبوط القصيده لتقدر تغنيها يعني منقديها احيانا اداء لكن لنقدر نلحنها انت بتعرف نقدر نلحنها ونقدمها بهالقالب الموسيقي الجديد والمبتكر يلا شو بدنا نغني شو قولوا شو بدكم نقول يا شباب يا زهرة بدنا نغني نحن وخالد نغني يا زهرتان ولا منغني شي قصيدة؟ لا منغني قصيدة وبعدين تغني إيه انت بالاخر لحالك شو بدكم واذا بدك هلا لحالك انت لا منغني قصيدة يلا وبعدين تغني شو بدكم نقول شي من درويش من او نقول جفنه او نقول رح حلفك او كلها قصايد ولا بدك شي صوفي اللي عبالك لا اذا لا مش ابن عربي اللي عبالك بدي خلص قلنا ابن عربي روحوا مطرح ثاني روحوا مطرح ثاني يلا شو عدري جاهد اللي بدك قصيدة قصيدة منقول من محمود درويش قولي يلا بلكي خلينا ناخد كورد سول ونقول قصيدة يطير الحمام يحط الحمام أعدي لي الأرض كي أستريح فإني أحبك حتى التعب صباحك فاكهة للأغاني وهذا المساء ذهب ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام وأنت الهواء وأنت الهواء وأنت الهواء الذي يتعر أمامي كدمع العنب وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب وإني أحبك أنت بداية روحي وأنت الختام يطير الحمام يغط الحمام يطير الحمام يحط الحمام يطير الحمام يحط الحمام يطير الحمام يحط الحمام أنا وحبيبي صوتاني في شفة واحدة أنا لحبيبي وحبيبي لنجمته الشاردة وندخل في الحلم
لكنه يتباطأ كي لا نرى وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي وأختار أيامنا بيدي كما أختار حبيبي ليصعد صوت البحار إلى ركبتي ونم يا حبيبي لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكة حاسدة يطير الحمام يحط الحمام 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 أنا من أهوى ومن أهوى روحاني حللنا بدلا نحن مذ كنا على عهد الهوى نحن مذ كنا على عهد الهوى تضرب الأمثال للناس بنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتني أبصرتنا المارون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبنى حجر من أرضنا سقف السماء أيها المارون بين الكلمات العابرة
منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا شو؟ فاخرجوا من أرضنا، مظبوط، فاخرجوا من أرضنا، من ملحنا، من دمنا، من كل شيء، واخرجوا من ذكريات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة. الله يا رضال، الله 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 يحميك. كيف يبدي؟ رحول ايه هلا نين احنا على الهوى؟ هلا لا وقولوا لا 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 لا. وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا انكم لن تعرفوا كيف يبدي حجر من ارضنا سقف السماء. احكي للعالم احكي له عن بيت كسروا قنديلة، عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديلة، أحكي عن شاة لم تحلب، عن عجلة أم ما خبزت، عن سطح طيني أعشب، أحكي للعالم أحكي له، أحكي للعالم أحكي له، أحكي للعالم أحكي له، عن بيت كسروا قنديلة، عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديلة، أحكي عن شاة لم تحلب، عن عجلة أم ما خبزت، عن سطح طيني أعشب، أحكي للعالم أحكي للعالم أحكي للعالم عن بيت كسر قنديلة، عن فأس قتلت زنبقة وحريق أولى بجديلة، أحكي عن شاة لم تحلب، عن عجلة أم ما خبزت، عن بيت كسر قنديلة، أحكي للعالم أحكي له، أحكي للعالم أحكي له، أحكي للعالم أحكي، أحكي للعالم أحكي له، عن بيت كسروا قنديلة، عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديلة، أحكي عن شاة لم تحلب، عن عجنة أم ما خبزت، عن سطح طيني أعشب، أحكي للعالم أحكي له، أحكي للعالم أحكي له، عن بيت كسروا قنديل، أحكي للعالم أحكي له، عن بيت كسروا قنديل، عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديلة، أحكي للعالم أحكي له، أحكي للعالم أحكي له، أحكي للعالم أحكي له، أحكي للعالم أحكي له. نضال هيدي انت ملكه الشعر وملكه الالقاء وملكه الحضور، مش لانك صديقتنا ولانك علمتينا، لانه انت هيك من هون. حب أنا الشعر هو روح كل شيء، والشعر بحبك اساسا. ان شاء الله يكون بحبك صوتك. بس انا متاسفه انه غلبط بقصيدته لمحمود درويش، كانه قاعدين بالبيت. مزبوط مزبوط، هيدي طبيعه برنامجنا. ما كنت صار لي زمان، هودي صار لي 30 سنه بلش بلبنان بنتهي بفلسطين، يعني ببلشنا بمهرجانات بعلبك، لبنان باللبنانيه شبها له لا ليس بالامكان، مهما تكن يا وطني يحبك الإنسان. لبنان بعدين أنت تقول سقفه، سقف بيتي حديد، ما حدش غنيه بخير خير عايمة، ما حدش غنيه بال 2012 بباخوس عجم على الفا. شباب عجم على الفا، أنا أول مرة بيجي عمارجات بعلبك قراءات شعري، قراءات شعري سمعتنا بالمسرح وجيل. سقف بيتي حديد، ركن بيتي حجر، فعصفي يا رياح وانتحب يا شجر، سقف بيتي ركن بيتي حجر، فعصفي يا رياح وانتحب يا شجر، واقصفي يا رعود لست أخشى من خطر، واقصفي يا رعود لا
لست أخشى من خطر سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر. أيوة. أرجع لنا ما كان يا دهر في لبنان أرجع لنا ما كان يا دهر في لبنان كانت لنا أحلامنا وكان صفو زمان صفو بيتي حديد ركن بيتي حجر فعصفي يا أرياء وانتحب يا شجر لبنان لا شبه له لا ليس بالإمكان مهما تكن يا وطني يحبك الإنسان لبنان لا شبه له لا ليس بالإمكان مهما تكن يا وطني يحبك الإنسان. يعني افتتحنا فيها بعلبك هيدي. بدي احكي عن الارتجال شباب الفرقة الموسيقية بهنيكم فردا فردا انه لا بروفيت لا شيء وعم نعمل هيك على الهواء مباشرة وهذا سر زركشة اللي بيستضيف ناس هالقد محبي وهالقد وهالقد بتشتغل موسيقى حلو وهالقد بتشتغل بعد بتكون واحد بتمكن كمان طبعا ليرتجل لانه انتم اسم الله عليكم بتروحوا من حالي لحالي. نضال بدي استغل كمان هالزركش اليوم الليله بدي وجه تحيه خاصه لفؤاد نعيم الصديق الرائع وبدي تخبريني انه كيف ارتبطتي بهذا الرجل نضال المتمردة والفنان الرسام والصحفي الرائع أنا اللي بعتبره من الناس اللي بحترمه وهاللي نهض بتلفزيون لبنان إن شاء الله إنه لأنه نحن تلفزيون لبنان وتلفزيوننا تلفزيون الناس لذلك بس فؤاد نعيم إجا على التلفزيون ونهض فيه هذه النهضة ضلوا الناس متذكرين لهلأ يعني ما نسيوا كيف ارتبطت فيه؟ اول ما شفته قلت هذا الرجال انا بدي اتجوزه هيك كانت عمتي تقول لي انت ما بحياتك رح تتجوزي وبي وامي وكلهم قاطعين مني الامل ايه حلو ايه بس شفته لانه عنده غير شخصيته الرايقه وغير ثقافته الواسعه وغير انفتاحه الكبير كرجل حر 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 عربي حر في احلى منها الكلمه لذلك وشبوبيه وذكى وايش بده الواحد طيب ايش بده اكثر من هيك واكيد صار لنا 45 سنه مع بعضنا وجه له تحيه كبيره صديق الرائع جهدة كان عندك تجربة بالكتابة أنت عملتي شيء كتاب اسمه الأزرق والهدهد حصلت عليه كذا جايزة شو هالمحل مرة واحدة عملتي وما عادش كررتي الخبرية هلا أحياناً بكتب أشياء بغنية مثل ما هلا رح يكون في بالألبوم جديد قصيدة أنا كاتبتها وأنا ملحنتها لكن هالتجربة الحقيقة استلهمتها من العالم الافتراضي اللي هلا نحن كلنا داخلين بهيدي إذا بدك الحياة الأخرى أو الحياة الافتراضية كيف كلنا عم نكون على السوشيال ميديا يعني الحياة الموازية حياتنا الواقعية فاستلهمت هيدا الكتاب من قصص شفتها بين أصدقاء وبين ناس حوالي قصص عشق هو كان اسمه عشق في الفيسبوك وحتى تركيبة الكتاب كان كلها الكتاب تفتحه كان كأنه بيفتح كأنه عم نفتح لابتوب والرموز والإشارات كلها من جوا كانت الفيسبوك
وكان في يعني هيدا النفس الصوفي ايضا موجود. كيف الوسائل التواصل الاجتماعي هلا وسائل الاتصال قربت الناس من بعضها، كيف عم تخلق الحياة الموازية، تهويمات اللي منعيشها نحن بحياتنا الداخلية، تلك الشذرات السرية يعني هالاشياء اللي منعيشها بذاك الشغف اللي حكينا عنه ببداية صحيح الحلقة. صحيح. فحبيت انه روح على هالمطرح من الكتابة، بس نجيب الشباب على منطقة، كمان على منطقة الشعر، لانه دايما انت مثل ما بتلاحظ انا بحب شغلي قرب من الشباب اللي كتير بيعنولي، بيعنيني انه نقدم لهم الشعر، نقدم لهم موسيقى حديثي إيه؟ ومشغوله بظل كل التعسف اللي انا بعتبر عم بيلحقهم من خلال كل اللي عم بيصير هلا، هالغوغائيه اللي عم نعيشها بمجتمعنا، بهالفوضى اللي عايشينها كله، انه كنت عم بحاول اقرب منهم مثل ما هلا عم نحاول نقرب منهم بالاغاني، كان محاوله لانه اقرب من الشباب. يضال كيف بتقربي من الشباب من خلال مسرح المدينه؟ بس بنفس تقدم الفكرة. بس تقدم الأفضل بشكل جذاب وجميل. نحن ما مننزل إنه الجمهور عاوز كده، لا نحن بنجيب الجمهور لإلنا، بس بنغلف شغلنا بشكل كتير جذاب. يعني طقوس الإشارات كانت كتير جذابة، وكل مسرحية بعملها، لأنه قالوا للناس ده ما رح يمشوا هو المسرحيات، لأنه هو مسرحيات بالفصحى. ولكن حتى الفصحى بدك تعجنها وتخبزها وتعيد تقديمها بشكل كأنك عم تحكي دارج. لو فيني عيد الساعة لورا يا نضال على هالحلقة يلي الوقت دهمنا على الآخر صار، والله أنا كنت جدا مسرور اليوم باستضافتك أستاذتي، بدي ضل إليك أستاذتي يا نضال. استاذتنا كلنا يخلي صحتك وألقك وحضورك الآسر والرائع، ومن نجاح إلى آخر غاليتي نضال. شكرا حبيبة قلبي. شكرا جاهدة، جدا سررت، أنت من الأصدقاء اللي بيرسخوا، ضلك راسخة من لما تلفنت لك، حسيت أنه قديش بيضل في استمرارية بالصداقات. الصداقات الرائعة جدا، شو 20 سنة. لذلك مشاهدينا من قصرة زركشي ومن تلفزيون لبنان، رحبنا بنضال الأشقر وبجاهدة وهبي، وبدنا نختم مع جاهدة وهبي بغنية شوي قصيرة. أي طبعا. يا زهرة في خيالي. وإلى اللقاء، ويسعد مساكم ورمضان كريم مشاهدينا الكرام. رمضان كريم، وشكرا لك خالد، شكرا للتلفزيون، الفرقة الموسيقية كمان، نشكركم، كنا كتير سعداء. رعيتها في فؤادي، يا زهرة في خيالي، رعيتها في فؤادي، كانت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون، فمات سحر الجفون. هي غرامي كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي. هي غرامي كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي، ووهبت العمر أوتاري ولحني، وتغنيت فداويت جروحي. أنا طير في ربى الفن، وغني للطيور للزهور في الغصون. ترى عليها الليالي
وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون. ردي جمالك للمحروم والخالي لا تطمعي في في خيالي رأيتها في فؤادي يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي كانت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون.